صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم ثلاثة لسنة 2020 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، وجاء في المادة الأولى من القانون أنه صدق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية الموقعة في مملكة البحرين في تاريخ الرابع عشر من نوفمبر الفين وثمانيه عشر والمرافقه لهذا القانون